مجلس نواب الشعب يشهد منذ بداية الدورة البرلمانية الأولى أحداث عنف متصاعدة تعكس تدهور مناخ العمل داخل أروقة المؤسسة البرلمانية، بما قد يغذي أيضا من منسوبي العنف الجماعي. يأتي هذا المشهد وسط غياب تنديد رسمي من قبل رئاسة البرلمان بهذا العنف، الأمر الذي دفع عددا من نواب الكتلة الديمقراطية إلى الدخول في إضراب عن الطعام. رئيس البرلمان اللي قاعد يبيت في العنف واللي قاعد يشرع فيه، نحن ذي ما نسمحوش به، وذيك علاش النضال هذايا والإصرار هذايا والصمود هذايا فقط لرد الاعتبار للمجلس وللنواب. ما فماش علاش اليوم باش ما نددوش بالعنف، ما يهبطش بيان، وبالتالي نحن نستغرب هذا ونطالب بالتسريع بكونه معناها يتم التنديد بالعنف حتى لا تكون يعني سابقة تتلوها يعني أحداث عنف أخرى. تزايد العنف داخل البرلمان والذي تمارسه كتلة ائتلاف الكرامة تحديدا يمثل تهديدا لأسس الديمقراطية ولمؤسسات الدولة وتنكرا لمبادئ الدستور بحسب مراقبين، والذين حذروا من محاولات لتقويض الانتقال الديمقراطي باستعمال العنف والترهيب. العنف طبعا هذا لن يؤدي إلا إلى يعني أمرين اثنين، الأول هو الإساءة إلى صورة هذه الديمقراطية الناشئة، ثم تعطيل مجلس النواب المعطل أصلا بسبب يعني الانشقاقات. وقد شهدت الدورة الأولى للبرلمان دعوات إلى عدم خصوم سياسيين من قبل نواب، وتفوها بعبارات عنصرية بلغت حد التكفير والتطرف. ارتفاع منسوب العنف داخل البرلمان قد يلقي بظلاله على الشارع التونسي الذي يشهد بدوره حالة غليان تجسدها التحركات الاحتجاجية، ولا سيما مع استمرار تواصل تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية. سميحة البغنمي، تونس، الميادين.